بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد والشكر لله على نعمة الصحة. أنا بعمل الفيديو ده يا رب تكونوا بخير وبصحة، بس أنا يعني اتسرع في الكلام عشان بصراحة عمالة بتهاجم بطريقة غريبة إن أنا مشفتش وإن أنا مسيطرة. وهقولكوا على الدليل إن أنا الحمد لله شفيت، مش بس من السكر نوع تاني، لأ من أمراض كتير كانت موجودة عندي. أول حاجة أنا لما عرفت إن أنا عندي سكر نوع تاني، كنت قبليها عندي سمنة، وعندي كنت بأصحى الصبح عندي صداع، ما عنديش طاقة، إرهاق، تعبانة، ما عنديش أي إحساس نفسيا، حتى كنت تعبانة جدا وما كنتش أعرف إن أنا هيجيلي سكر. يعني لما عرفت إن أنا عندي سكر عملت التراكمي كان 10.8، وكأني يعني حد يعني وقعت في بير، يعني مش عارفة أوصف الإحساس ساعتها، لأن أخويا الكبير كان عنده سكر نوع تاني وكان بياخد أدوية، ومع الوقت خد أنسولين وهو بقى سكر نوع أول. يعني شفت معاناته وقلت قبل كده الكلام ده في فيديو، بس النهارده اقول لكم الدليل على ان انا شفيت فعلا ومش مسيطره، وبرد بالفيديو ده على كل اللي بيقول لي كده. لما عرفت ان انا عندي سكر نوع تاني بدات الصيام متقطع 3 شهور كاملين. انا ما باكلش حاجه غير بروتين، دهون صحيه اللي هي زيت زيتون وزبده بلدي وسمن بلدي وبيض بلدي وكل حاجة صحية، منعت السكر والنشويات والحلوي، كل حاجة مع الصيام المتقطع. طبعا كان عندي نقص جامد في فيتامين د، كنت جبت فيتامين د، وبعد كده بقيت اقعد في الشمس، ويعني مش عايزة اتكلم على فيتامين د كتير وعلى اهميته، معروفة طبعا. المهم عايش 3 شهور دول، 3 شهور 3 شهور دول بطريقة صحية. ابتديت اعمل رياضة، ابتديت امشي اعشاب، حياة صحية 100% يعني الحمد لله. عملت التراكمي بعد 3 شهور لقيته 6، فرحت جدا، وابتديت احس بتحسن، والاعراض اللي كانت عندي ابتدت تقل. كملت الصيام متقطع، وكمل الكلام ده من 2.5 سنين قبل ما اي حد يعمل قناة للصيام المتقطع والشفاء، لاني انا خليت ابني يجيب لي من على مواقع اجنبية تجارب ناس. وبعدين اللي بيقولوا لي ايه الدليل العلمي، دليل علمي يعني ايه؟ يعني ايه اجيب لك ورق ابحاث؟ يعني انا بتكلم عن نفسي، عن تجربتي اللي عايز الناس كلها تعملها. الصيام المتقطع بيشفي الامراض كلها، بدليل ان انا كان عندي ضغط وكان عندي سمنه، خسيت 32 كيلو الحمد لله بفضل ربنا. ما كنتش بقدر اطلع سلم، بقيت اقدر اطلع 13 دور من غير ما ارتاح، يعني ممكن اقف 2 دقيقة واكمل. انا ما كنتش اقدر اطلع دور واحد، ما كنتش اقدر امشي من حساسيه الصدر، كان بيجيلي نزله برد، كنت بخش على طول على بخاخات بقى وترمي اسبوعين في مش قادرة اتنفس. ايه الدليل العلمي؟ يعني الدليل على نفسي، انا شفيت من كل ده. انا بقالي 2 سنين الحمد لله مجيليش نزلة برد، لاني قويت جهاز المناعة، وفي فيديوهات بشرح فيها ازاي انا قويت جهاز مناعتي. انا برد على كل حد. الدليل بقى عشان بس ما انساش، عشان انا ما بعمل فيديوهاتي بتلقائيه، بحط التليفون واصور الفيديو، ولا بعمل ورق ولا اكتب ولا بتكلم، بطبيعتي اغلط بقى في الكلام، اتلجلج، يعني بتصور كده انا ماشيه بالبركه. الدليل ان احنا كنا في عزومه عند اخويا، وما ادراكم بقى العزومه، واخواتي وقرايبي كلنا، وملذة وطاب بطريقة اللي عاملة الأكل طبعا، مرات أخويا وبنت أخويا، فأكيد بقى عاملين بقى وإيه عشان الأكل يبقى طعمه حلو، وحاطين كل حاجة ومحاشي، مش قادرة أوصف لكم بقى المنظر كان عامل إزاي.
في اليوم ده كلنا اكلنا من نفس الاكل، وانا اكلت بصراحه، اكلت وتعمدت اكل كويس، وكلت فاكهه، وكلت عيش، وكلت محشي، وكلت مكرونه بشاميل، كلت يعني. بس طبعا انا ما عدتش برضو صغرت، فما كانش كميه الاكل كبيره قوي، بس كلت من كل حاجه. طيب بعد ساعتين قسنا السكر انا واخويا بياخد انسولين. الطبيب طبعا اداله انسولين فوقف له البنكرياس، معلومه يعني عشان تبقى عارفينها. السكر نوع تاني، ما بياخد انسولين البنكرياس بيقف. بعد كده اخويا طلع نتيجته 220، وانا بكل اللي انا كلته 130. هو بياخد ادويه وانسولين وانا ما باخدش ادويه، يبقى انا كده شفيت ولا سيطرت؟ ما انا كلت اهو كل حاجه. ليه التحدي ده؟ ليه مش قادرين تصدقوا ان الصيام المتقطع بيشفي من الامراض كلها؟ كنت متدمره، وحتى يعني نفسيا الصيام المتقطع خلاني احسن نفسيا. ايه الدليل يعني العلمي ده؟ انا مش عارفه يعني ايه كلمه الدليل العلمي دي. ايه الدليل العلمي دي؟ انا لو جبت اكبر علماء في العالم يعملوا ابحاث عن الناس، مش هيبقى احسن من تجربتي الشخصيه؟ دي تجربتي الشخصيه. اللي عايز يصدق بقى يصدق، واللي مش عايز كفايه بقى. عشان انا بصراحه في الاول كنت بتضايق، لان بيتهموني بالكذب، هكذب ليه؟ وانا لو عايز اعمل قناه ولا اتشير، واكيد هعمل تيك توك بقى، هعمل مقالب ومش عارفه ايه وتحديات، مش هعمل قناه عن الصحه. انا بقى عملت القناه وجروب، على فكره الجروب في على الفيس اسمه صيام متقطع تجربتي. الحمد لله معايا ناس كتير وبتابعهم، وبستحمل قوي المضايقات اللي انا اللي الناس بتضايقني بيها. وهقول لهم ايه يكفيني فعلا اعتقادهم هذا، خليهم بقى عايشين بطريقتهم هم. انت لما تجرب دلوقتي حاجة صحية، ايه الضرر فيها؟ ايه الضرر؟ جرب يعني. بس ليه الاتهامات وليه الكلام ده؟ لا انا شفيت من السكر النوع التاني، ومصممة على كلامي، انا اللي عايشة وانا اللي جربت، ودي تجربتي والحمد لله وناجحة، وحياتي اتغيرت، وصحتي افضل من السنين اللي فاتت، وحاسه ان انا كاني طفله صغيره، ما عنديش اي مشاكل صحيه الحمد لله. كفايه ان انا لما بكلم حد عنده برد ما بتعديش، ولو عطست ما بيجيليش نزله برد. ايه عايزين ايه تاني؟ سيبوني في حالي بقى. اللي عايز يجرب معايا يجرب، واللي مش عايز يسيبني في حالي. ايه الهجوم ده؟ وانا بقول لكم كله اعمل لكم سحر ولا اعمل لكم شعوذه؟ على قناتي اللي حابب يكمل معايا على القناة وعلى الجروب تجربتي بالكامل، وان شاء الله يا رب. معلش اذا كنت انفعلت شوية، بس ما فيش حد سايبني في حالي. ايه ده؟ جربوا وان شاء الله هتشفوا من كل الامراض. اللي عنده غدة، اللي عنده سكر، اللي عنده عرق النساء، اللي عنده اي مشكلة صحية جرب. حتى السكر نوع اول، صحيح مش هتقدر تصوم صيام متقطع، هتاكل وجباتك بعدد جرعات الانسولين وتمنع السكريات، وهتبقى زي الفل، ما فيش مضاعفات، ما فيش امراض. احنا اللي بنجيب الامراض لنفسنا بالاكل. الاكل هو يا جماعه والله العظيم هو اللي بيجيب لنا المرض. امنعوا الاكل اللي الناس عاملاه، كله من اللي ربنا خلقه لنا. ولو عجبكم الفيديو، واللي حابب يشترك في القناة يشرفني بالاشتراك، واللي عايز يعمل لايك يعمل، اللي عايز يشير الفيديو يكون افضل عشان يصدقوا عن انا اهو قدامكم. واشوفكم على خير وبصحة. وعلى فكرة الجهاز ده انا بعمل بيه الاختبارات، بس نادرا، مش دايما كل شوية اعمل ده، بيجيب احباط للناس. يعني لما ناكل اكله ممكن نجرب نعمل نشوف الاكله دي عامل اخبارها زي انا ما عملت كده. واشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله على خير.